وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلال قمة هيلسكي كيفية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وأشار بومبيو إلى أنه من المهم أن يتمكن اللاجئون من العودة إلى سوريا في الوقت الصحيح وبآلية طوعية. بدأت في لبنان عملية تسجيل اللاجئين الراغبين في العودة، فيما ينتقد متابعون عملية ترحيل اللاجئين دون إشراف من مفوضية اللاجئين. عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار ملف بات من الأولويات على الأجندة الروسية. قبل أيام قليلة أعلنت موسكو عن إنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين العائدين إلى سوريا في مناطق خاضعة لسيطرتها وسيطرة النظام، من ريف دمشق إلى حلب، مرورا بالقلمون الشرقي وحماة ودير الزور. لكن الساعات الأخيرة حملت جديدا، إذ اقترحت روسيا على الولايات المتحدة التعاون لضمان عودة اللاجئين إلى سوريا. نقترح على الأمريكيين وضع خطة مشتركة بشأن عودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم قبل النزاع. عودة المواطنين السوريين من لبنان والأردن في المقام الأول، لذلك نقترح تشكيل مجموعة مراقبة روسية أمريكية أردنية مقرها عمان، وتشكيل مجموعة من النوع نفسه في الأراضي اللبنانية. إذن موسكو تريد التعاون مع واشنطن لإعادة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم قبل النزاع. ومعظم اللاجئين السوريين في لبنان هم من أهالي الزبداني والقصير والقلمون وحمص، المناطق التي تقع تحت النفوذ الإيراني، الأمر الذي يمكن أن يؤدي في المستقبل القريب إلى مواجهة مع طهران في سوريا اجتماعيا لا عسكريا. ينضم إلينا من واشنطن دكتور عماد حرب، رئيس دائرة البحوث بالمركز العربي في واشنطن. كما ينضم إلينا من عمان دكتور حسن المومني، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم معي في هذه الحلقة. أبدأ معك دكتور عماد حرب، ما هي تفاصيل هذا المقترح وما هي آليات أو نجاح آليات تطبيقه على الأرض؟ والله بالحقيقة التفاصيل لم يرد الكثير من التفاصيل سوى ما صرح به بومبيو وبعض المسؤولين الروس، وهو بصدد بالفعل إعادة المهجرين السوريين إلى سوريا. لا أعتقد أن هذا مشروع بالفعل، من لا يريد عودة السوريين إلى سوريا، ولكن المشكلة هي أن عودتهم اليوم تحت الظروف الراهنة ستكون عودة صعبة جدا، عودة لهم صعبة جدا. مناطقهم مدمرة، النظام قام بتدميرها بشكل منسق ومنظم، لهذا عودتهم بدون إعادة الحياة لهذه المناطق من الناحية الإعمارية، يجب أن إعادة إعمار هذه المناطق، يجب إعادة إعمار الاقتصاد في هذه المناطق كي تستقبل هذه العائلات. على ما ستعتمد هذه العائلات في تواجدها في تلك المناطق؟ لهذا بالنسبة لي برأيي أن مثلا في الوضع اللبناني المسألة ليست أكثر من عملية سياسية لبنانية داخلية، أنهم يستخدمون المهاجرين السوريين في قضية سياسية. هناك للأسف هناك عنصرية لبنانية ضد اللاجئين السوريين، وهذا لا يجوز بالفعل. إذا أرادوا أن يعيدوا اللاجئين السوريين إلى سوريا عليهم أن يحضروا مناطق هؤلاء اللاجئين، وأن يتأكدوا من أنهم لن يجري ملاحقتهم من قبل النظام الذي لا يزال في نعم. في يسيطر على المناطق نفسها. نعم تأكيد. وهنا الحديث عن اللاجئين ليس فقط في لبنان وإنما أيضا في الأردن وحتى في تركيا وبقية دول الجوار. صحيح. دكتور حسن المومني، هنا أسألك عن دور دول الجوار في هذا الملف. هل للأردن دور أيضا في إعادة اللاجئين ضمن هذا الملف؟ لا شك، مساء الخير لك ولضيفك الكريم. لا شك الأردن واحدة من الدول المتضررة من الصراع في سوريا، وبالذات عند الحديث عن موضوع اللجوء. الدول المضيفة باعتقادي يمكن أولوياتها هي عودة
هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم بهذا الجانب، لأنه أيضا كمان ملف اللجوء أصبح عبء وأصبح مشكلة آنية تقلق هذه الدول وهذه الحكومات، وبالتالي أيضا يمكن صار في نوع من الرأي الشعبي اللي أيضا يضغط على هذه الدول بأنه لابد من أن اللاجئين يرجعوا. لكن حقيقة أنا باعتقادي يمكن هو الروس هي محاولة لقلب الأولويات، يعني هنا نتحدث عن عودة لاجئين ولا نتحدث عن عملية سياسية تهيئ لتحضير لعودة اللاجئين. وأنت تعلم أخي العزيز أن الموضوع عودة اللاجئين له تفصيلات كثيرة، تفصيلات سياسية اقتصادية اجتماعية أمنية بهذا الجانب بهذا الأمر، ولا نتحدث عن بضع آلاف أو غيرها، هنا نتحدث عن ملايين بهذا الجانب. طيب إلى ذلك يعني داخل سوريا في هذا الأمر، فهي عملية معقدة، ولا أعتقد أن مسؤول التطمينات الروسية، إذا كنت سمحت لي دكتور حسن، هل تفي بالغرض هذه التطمينات الروسية بأن لا داعي للخطورة، للحديث عن خطورة حول عمليات الفرز الطائفي، حول عمليات التغيير الديموغرافي، إذا ما كانوا سيعودون، هكذا روسيا تقول، سيعودون اللاجئين إلى الأماكن التي خرجوا منها، وبالتالي هل هذه الضمانة الروسية كافية برأيك؟ لا أعتقد هذه الضمانة كافية. هم الروس إذا بتحدثوا بهذا الأمر يتحدثوا عن منحى واحد من مشكلة اللاجئين. طيب هل الروس قادرين على إعادة تأهيل مناطق هؤلاء اللاجئين؟ هل الروس قادرين على إعادة وتهيئة البنية التحتية بهذا الجانب بهذا الأمر؟ باعتقادي أيضا عملية الرجوع لن تتم هيك بشكل فوضوي. طيب. لابد رح يكون في هنالك عملية تدقيق أمني وكل هذه السياقات وكل هذه الاتجاهات. أضف إلى ذلك هنالك حقيقة واقعة في الصراع في سوريا، هذه الحقيقة متمثلة بأنه كثير من الناس تم ترحيلهم وتهجيرهم، في هنالك أيضا الدمار الهائل اللي حصل في كثير من المدن. يعني أضرب لك مثال بسيط جدا بهذا الأمر، لماذا لا نأخذ حلب مثال على ذلك؟ لماذا لا نأخذ أمثلة أخرى في المنطقة على ذلك؟ خذ الموصل مثلا في العراق. فلذلك مسألة اللجوء حقيقة يعني هي دائما تأتي بعد انتهاء النزاع وتتطلب جهود كبيرة. ولا أعتقد أن روسيا لوحدها، بدك جهد دولي في سياق اقتصادي، في سياق. أنت جيت على نقطة مهمة وهي الجهد الدولي دكتور حسن، واسمح لي في هذه النقطة التي وصلت إليها أنتقل بها إلى دكتور عماد. إذا حول الجهد الدولي دكتور عماد والموقف الدولي، الأمم المتحدة يبدو وكأنها سلمت هذا الملف، ملف إعادة اللاجئين السوريين، إلى روسيا والنظام وحزب الله. هل تخلت الأمم المتحدة عن هذا الملف؟ بالحقيقة هذا مؤسف جدا، أنا أوافقك على ذلك، ولكن هذا ليس بالفعل تسليما من الأمم المتحدة للنظام السوري وروسيا وحزب الله لعودة اللاجئين، ولكن المشكلة هي في الموقف الدولي بشكل عام من ناحية المسألة السورية. روسيا ضالعة في تهجير هؤلاء، ما على روسيا إلا أن تغطي على خطائها السابق بالطبع في هذه المسألة، ولكن المجموعة الدولية لم تقم بما يجب القيام به بالنسبة للأزمة السورية. على المجموعة الدولية أن تساعد في حل المسألة السورية من الناحية السياسية في البداية. هؤلاء إذا عادوا كيف سيعودون إلى أي شكل من أي نظام؟ أين هي عملية جنيف لعام 2012 التي تؤسس لانتقال سياسي لنظام ديمقراطي، لنظام يحترم حقوق الإنسان؟ هؤلاء سيعودون. أنا أكرر وأقول جاءت بناء على تفاهمات روسية أمريكية، وبالتالي هذه التفاهمات يعني قيل أن هناك انسحابا أمريكيا من منطقة التنف مقابل انسحاب لقوات إيرانية في الجنوب السوري، وعلى هذا الأساس ألا تعتقد أن ربما التفاهمات جاءت على هذا الأساس برأيك؟ التفاهمات جاءت على أساس أن الولايات المتحدة، وهذا مع كل الأسف، جاء على أساس أن الإدارة الحالية في واشنطن لا تريد أن تقوم بشيء في سوريا أو في أي مكان آخر، إنها تريد أن تترك الوسائل العالمية للآخرين لكي يهتموا بها، وفي المسألة السورية تريد أن تتركها لروسيا. ولكن المشكلة أنك لا يمكنك أن تسلم المسألة للحل للشخص الذي تسبب بها أو
هذه الدولة نعم. التي تسببت بها. لهذا على الأمم المتحدة أن تبقى في سوريا بالطبع، ولكن المشكلة عملية توازن قوى، عملية توازن. الولايات المتحدة ليس لها قوة في سوريا، هي بالفعل دحرت نفسها في سوريا. العالم العربي، الدول العربية ليس لها تواجد بالفعل محترم في سوريا. هذا الشعب السوري شعب عربي مهجر، شعب عربي مهجر في الداخل وفي الخارج. على المجموعة الدولية وعلى الدول الإقليمية أن تكون جاهزة لأن تقدم حلا سياسيا يتبعه حل اقتصادي وحل اجتماعي لإعادة السوريين. طيب دكتور حسن المومني، إذا كانت هذه الرغبة الروسية الجامحة في عودة اللاجئين، هل ترى أن بشار الأسد رئيس النظام السوري جادا في عودة هؤلاء اللاجئين، خصوصا وأن عودة هؤلاء اللاجئين الذين يعدون كتكتل ربما معارض للنظام ويحتاج إلى يعني قضايا خدمية، يحتاج إلى قضايا أمنية، بالتالي هل من مصلحته إعادة هؤلاء اللاجئين برأيك؟ يعني إذا ما أخذنا بعض التصريحات والخطاب السياسي اللي صادر عن النظام، نجد أن كان في هنالك خطاب سلبي باتجاه هؤلاء اللاجئين، وكلنا يعلم ما هو هذا الخطاب السلبي، على اعتبار بأن المجتمع السوري طهر نفسه وأن من هاجر لا يجب العودة. وكلنا يذكر أيضا موضوع القانون رقم 10 هذا اللي تم أيضا توقيفه، واللي هو أيضا شبيه بقانون أملاك الغائبين بهذا الجانب. أضف إلى ذلك أخي العزيز، هل سوريا أصبحت جاذبة سياسيا واجتماعيا لعودة هؤلاء اللاجئين؟ يفترض أن يكون هنالك عملية بناء سلام وعملية إعادة إعمار حتى تكون سوريا جاذبة، وبالتالي تجذب هذه الأعداد الهائلة من مئات الآلاف والملايين. هنا لا نتحدث عن مجموعة أو يعني كم من ألف هنا وكم من ألف هنالك بهذا الأمر ورمزيتها في هذا الأمر. إذا كانت روسيا تريد أن تعطي الانطباع بأن هنالك تقدم وأن هنالك استقرار، هذا شيء آخر بهذا الجانب. أو ممكن قد يكون هذا النوع من التكتيك في عملية التعاطي مع سوريا، بمعنى أنه البدء في القضايا الإنسانية، القضايا التي لا تتطلب كثير من الجدال ومن النقاش والبناء عليها بهذا الأمر. والسؤال المطروح، هل الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسهم أيضا اقتصاديا في إعادة إعمار سوريا؟ شفنا كيف مؤتمر إذا كان النظام غير راغب في موضوع حسن. العراق عملية إعادة إعمار لم يبقى من الوقت الكثير، ولكن إذا كان النظام لا يرغب في عودة هؤلاء اللاجئين، ماذا نفسر نشاط حزب الله وفعاليته في لبنان بتسجيل أسماء اللاجئين وحرصه على عودة هؤلاء اللاجئين؟ يعني لا شك هو جزء من تعزيز دوره السياسي والأمني في سواء كان في لبنان ولا في سوريا بهذا الأمر. أضف إلى ذلك تسجيلهم، وأيضا هو من يقرر من سوف يعود ومن سوف لا يعود في هذا الجانب وفي هذا الاتجاه. فلذلك هو حقيقة تعزيز لدور حزب الله وأيضا تعزيز لدوره في لبنان. معناته بنهاية المطاف هو حزب الله هو اللاعب الرئيسي، وبالتالي أين الدور اللبنانية بهذا الجانب؟ أنا أستطيع أن أتفهم بأن الدول المضيفة سواء كان الأردن ولا لبنان تحت هذا الضغط، لكن دعنا لا يعني نذهب بعيدا في الأحلام بأن مئات الآلاف. أضف إلى ذلك في أشياء متعلقة في اللاجئين نفسهم، يعني من مكث 7 سنوات وأسس مصالح ثابتة وأصبحت البيئة اللي ساكن فيها بيئة جاذبة، يعني هل تتوقع بأنه سوف يقوم بترك كل شيء والمغادرة بهذا الجانب بهذا الاتجاه؟ في هنالك يعني قضية أعقد من ما أنه نتمنى فيها. شكرا لك دكتور حسن المومني، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان. كما أشكر من واشنطن دكتور عماد حرب رئيس دائرة البحوث بالمركز العربي في واشنطن، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك.